شفنا لقطة قبل شوي واحنا قاعد نعرض الهدف، كابتن بلنتي معروف من التسعينات، من 90 يمكن، كابتن مجدي عبد الغني قال كلمة حلوة، انا ابلش هدي باجة الخاصة في الاتصال من الحين لتسع شهور قدام ما حد سجل في كاس العالم يا كابتن مجدي. نمسي عليك بالخير، معنا في مداخله هاتفيه كابتن مجدي عبد الغني، حياك الله ويانا في تلفزيون الراي وال18 والف مبروك. الله يبارك فيك واهلا بحضرتك، ويعني مبروك للوطن العربي كله، مبروك لكل المصريين اللي عايشين في دوله الكويت الشقيقه، ومبروك لكرة القدم العربية، ونتمنى يا رب ان الكويت تعود مرة اخرى ان شاء الله لسابق عهدها في كرة القدم، زي ايام جاسم يعقوب وفيصل الدخيل والمجموعة القوية الجميلة بتاعت كرة القدم في اوج عظمة الكويت ان شاء الله باذن الله باذن الرحمن. كابتن مجدي راح عليك لقب الاسطورة خلاص. لا 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 مضبوط لا، انت ما انت قلت الخبر اهو، انا قدامي تسع شهور لسه. هبقى انا اللي حصل امبارح ده هو الوصول للي انا عملته او اللي انا جبته، يعني انا هم دلوقتي الحمد لله اتاهلوا لكاس العالم اللي انا جبت فيه الجون، فانا لسه انا الوحيد اللي جايب جون. انت ولما حد يجيب جون كابتن مجدي بس بلنتي يعني الجول ايوه ولو ما لا ما هو بنالتي، وانت بتستهتر بالبنالتي. لا والله ما زيكو ضيع بنالتي صح، بلاتيني ضيع، مارادونا ضيع، خد بالك الجون انت بتشوفه كانه ربع متر، لكن اللي انا عايز اقوله ان شاء الله حتى لو حد في منتخب مصر جاب جون هبقى انا اول واحد جبت جون وهو الثاني يعني. وعلى مين الهدف يعني؟ ما كابتن مجدي ان شاء الله كل مباريات منتخب مصر بكاس العالم تنتهي 0-0 وياخذون البطوله. كابتن مجدي انت راجل محترم، عرفت انك بتحبني يعني. كابتن مجدي سنه 34 في احد سجل جول بمصر؟ 34 كابتن عبد الرحمن فوزي، يعني مو انت اول واحد سجل، اخر واحد اخر واحد صح. كابتن عبد الرحمن فوزي جاب جونين بس يا عيني الجونين مش موجودين ولا متصورين. فانت انت الوحيد اللي جبت جول موفق. 34 دي بعيده قوي، فما حدش فاكر، ما حدش عايش من سنه 34، قليلين قوي. ايام الفراعنه. تفضل فيصل. كابتن مجدي مساك الله بالخير او صبحك الله بالخير. بارك الله فيك ومتشكر جدا ان شاء الله يا رب. انا اعتز فيك صراحه كلاعب وسط شويت حبيبي، يبقى يا رب يبقى لقاء عندكم كده في الكويت ان شاء الله قريب، لان انا الكويت من البلاد والله. وارجع والله كابتن مجدي نتمنى للامانه يعني نستقلها شيء بدعوه لحضورك ان شاء الله في 18 في الكويت. انا تحت امرك في اي وقت، وعلى فكره انا لعبت ضد منتخب الكويت وليا الشرف ان انا احرزت هدف الشرف ضد منتخب الكويت في ملعب الكويت، وكانت مباراه قويه جدا بين منتخب مصر ومنتخب الكويت. منو كان حارسنا ما تذكر؟ نعم الحارس منو كان حارس منتخب الكويت؟ الحارس كان حد ابيضاني اجنبي كده اسمه ايه قول. في مباراة ثانية ذكرك انا اعتزال حسين محمد. مين الحارس؟ قول لي مين الحارس. احمد الطرابلسي. احمد الطرابلسي الله يذكره بالخير. احمد الطرابلسي الله ينور عليك. الله يذكره بالخير. الله ينور عليك. انا اذكرك في المباراة الثانية لعبنا ضد نادي كاظمة. في ضد كاظمة. ايوه. وفي مباراة خسرناها في الحقيقة كانوا مستعينين بفيصل الدخيل. ايه. وحد تاني من منتخب اعتزال حسين محمد منتخب الكويت اذكرك فيها. انا اذكرك فيها العنبري، كانت مباراه ضد نادي كاظمة. العنبري الله ينورك، العنبري جاب فينا جون تاريخي خد بالك. اي كانت ضد نادي كاظمة في اعتزال حسين محمد. العنبري ايوه جاب فينا، خسرنا 2-1 المباراه دي. فيصل صالح عصفوره اعتزالها كان. لا 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 انا بذكر في لقطه من اروع الاهداف في الحقيقه. انا تسمح لي بس اذكر موقف فعلا انا ما زلت اعتز فيه. احنا كنا نلعب ضد الاهلي، ضد نادي الاهلي ايامك انت وايام ثابت البطل الله يرحمه وكرامي. لعبنا مباراه صار فاول خارج منطقه ال 18 وانت معروف عنك انك انت شويت. فكنت انا واقف بالجول ولعبت الكره شتها طبعا مرت من الحيطه، لكن انا كان لي الفخر اني صديتها. بس اذكر اللحظه هذه انها ايدي ما زالت تعورني
ما زالت تؤلمني والله العظيم هي اللحظه هذه، لكن انا اقول افتخر اني صديت الكره بس الحمد لله انك صدتها. فانا اروح اصد منك كابتن مجدي. انا عارف ان انت عندك الوقت ما شاء الله، بس انا احاول كثر ما اقدر للامانه استقل هذا الاتصال، بس ابي اتذكر معاك نرجع حق الهدف الوحيد الموثق في كاس العالم لكابتن مجدي يوم سجلته على هولندا. اعرضوا عندك بقى على الشاشه، هاتوا على الشاشه وهاتوا على فكره محطوط على اليوتيوب الجون اهو بتعليق معلقكم الرائع الكويتي خالد الحربان. اسمه ايه؟ خالد الحربان. كابتن خالد الحربان مسي عليه بالخير وما يشوف شر ان شاء الله. عايزك تعرضها بالتعليق بعد اذنك عشان نستمتع بالتعليق ان شاء الله. بس سؤال بسيط كابتن مجدي، ما خفت وانت شايتها؟ ما كان يعني شعورك وانت؟ انا قريت الجزء عما الاخير كله لحد ما شطها من الحارس بروكلين. حارس بروكلين من افضل الحراس. بروكلين كان من اعظم. انا كنت بلعب ساعتها في البرتغال، فكنت بتفرج على فان بروكلين كل اسبوع في الدوري الهولندي. رائع جدا جدا فان بروكلين. يعني انت اروع، انت اروع يا كابتن، انت اروع. ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك. كابتن مجدي، يمكن حدث تأهل جمهورية مصر ومنتخب مصر وحبايبنا مصر لنهايات كاس العالم كان لنا حب كبير، لكن أيضا زاد هذا الحدث تصريحك الأخير اللي عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحديدا بخبر اللي أنت قلته، من الآن لغاية 9 شهور ما في أحد أو 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 ما كان في أحد سجل في كأس العالم غيري أنا تحديداً. السؤال الأخير، السؤال الأخير، من يتوقع كابتن مجدي إنه يسجل من بعده؟ هو ما فيش غيره محمد صلاح في الحقيقة. يعني محمد صلاح هو من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، مش في مصر بس. طبعاً ما فيش شك إن هو ده اللي أنا يعني حاسس بالخطورة من ناحيته. النهارده عايز بس اضحكك، النهارده احنا بنقابل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اول وهو داخل يسلم عليا بيضحك ومبتسم وبيقول لي خلاص يا مجدي خلاص، يعني خلص من الكون بتاعي. لكن قلت له يا ريس لسه، ارجوك يا ريس قدامي 9 شهور. يعطيك العافيه كابتن مجدي عبد الغني. الغريب بالغريب بالغريب انك انت تقول حاسس بخطوره وانت مصري زيه. لا لا لا، خطوره خطوره شخصيه ولا دعوه بالمصريه. بعدين قول لك كهرباء، عايز اقول لك حاجه ان شاء الله باذن الله منتخب مصر يا رب يعمل كده يعني نتائج طيبه تسعد، زي ما منتخب الكويت اسعدنا في كاس العالم، وزي ما منتخبات العربيه الجزائر وتونس والمغرب اسعدونا في كاس العالم. ان شاء الله منتخب مصر يسعد كرة القدم العربية في كأس العالم القادمة إن شاء الله بإذن الرحمن. شكرا كابتن مجدي عبد الغني، شكرا لوقتك. شكرا، يعطيك العافية على هذه المداخلة. للأمانة ثريت الحلقة بابتسامة جميلة، وإن شاء الله نشوفك بالكويت. حبيبي. وعد إن شاء الله أقابلك على خير تحت أمرك في أي وقت. وعد كابتن مجدي إن شاء الله. وعد طبعا، وعد طبعا. الحر دين عليه، دين عليه ما تقلق. شكرا كابتن مجدي عبد الغني، شكرا لك وعلى هذه المداخلة الهاتفية. للأمانة بعد التصريح اللي قلته تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا وسائل الإعلام عن موضوع تصريحك الخاص بعد نهاية هذه المباراة. نبارك لكم، نبارك لكم الجميع، يبارك الجميع، فرحان في هذه النتيجة الحلوة، وإن شاء الله وكل شخص مثل ما قال معلق هذه المباراة قولوا يا رب نسمع نفس الخبر لإخواننا السوريين في مباراة باكر.